أكد وزير الخارجية الجزائري رمطال العمامرة خلال جلسة عمل مع نظيره الصيني وانغ يي على الأهمية البالغة التي توليها الجزائر للشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية وضرورة تعزيز بعدها الجهوي والقاري من خلال التعجيل في وتيرة إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى المدرجة في أجندة التعاون بين البلدين. من جانب آخر، تحدث رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع نظيره المالي حول عدد من النقاط والمسائل، حيث استعرض وزير خارجية المالي آخر مستجدات الوضع السياسي في بلاده وكذا الجهود التي تبذلها السلطات المالية لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة. لقد تباحثنا في العديد من الشراكات الاستراتيجية بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية. لدينا العديد من الأمور المشتركة التي وجب علينا تعزيزها والتعجيل في وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى المسجلة في أجندة التعاون بين البلدين. لدينا العديد من المصالح المشتركة وكذلك ضوابط تاريخية، فالجزائر كانت من الدول الداعمة للصين من أجل حصولها على مقعد دائم في مجلس الأمن، ونحن في هذا الملتقى لدينا أمل كبير من أجل العمل مع شركائنا الصينيين، ونشكر السنغال على هذا الملتقى الذي سيساهم في تعزيز العلاقات بين أفريقيا وجمهورية الصين الشعبية.